يعني انت متصل بيا وجايبني الساعه 3 صباحا عشان تقول لي الكلمتين دول؟ يا جدع بنقول لك اني رحت له بنفسي وقلت له يا لورد الحكايه طولت كفايه كده، سعادتك قلت لي يومين وهنجيب قرار الواد اللي اسمه طلعت ده، وتعرف ايه الحكايه اللي حصلت لي في جبل نعسه؟ قال لي انسى الواد اللي اسمه طلعت ده خالص، شيله من دماغك. قال ايه؟ الواد ده اتعمل عليه ملعوب بعد ما نيمني المده دي كلها وسابنا استحمل لسعته ليا على قفايا، جاي يقول لي الكلام ده. جرى ايه؟ فيها يا بحروب ما تفهمني، هو الواد اللي حاسس له دماغه ولا كان بعقله حلاوه ولا ايه؟ لم نفسك يا عطا وما تنساش انك بتتكلم على اللورد. اللورد رابطني بسلسله حديد في رقبتي، مكتفني، مخليني مش عارف اخد حق من الواد اللي اسمه طلعت ده. اللورد خلاص جاب قرار كل حاجه، والواد دلوقتي يعتبر راجل من رجالته، يعني شيله من دماغك. اللورد عارف المصلحة فين. حتى انت يا دحروج صاحبي اللي قسمنا اللقمة سوا، شفنا اهوال مع بعض تهد جبال بتقول لي الكلام ده؟ وبعدين تعالى فهمني هنا، من امتى اللورد بيهتم بواد زي ده؟ والواد ده اساسا ازاي خرج من المغرز اللي كان معمول فيه من يومين زي الشعرة من العجينة؟ كفاية يا عطا كفاية، من امتى واحنا بنسأل اللورد بيتصرف كده ليه؟ وما تنساش انك واحد من ضمن 100 راجل شغالين تحت ايديه. بعدين انا ما عنديش تعليمات اتكلم مع حد في الموضوع ده، ونصيحه من صاحب لصاحبه، الواد خلاص خطب البت اللي كانت مشقلبه كيانك، يعني ما بقتش ليك، شيلها من دماغك يا صاحبي لا تضيع. بقاني انا اللي خدمته السنين دي كلها يعمل معايا كده؟ يدوس على كرامتي واحساساتي قدام الخلق، يخليني صرصار صغير ما سواش اي حاجه؟ ده حتى مش هين عليه يفهمني هو بيعمل كده ليه؟ ما تتحرق يا اخي البت دي قصاد الراجل اللي معايشك في خير سنين طويله. فوق لنفسك يا عطا فوق، وافتكر اول درس ان تعليمات اللورد وتصرفاته مش لازم نفكر فيها ولا نحاول نفسرها، ناخدها كده زي ما هي، والا نكون بنحكمه على روحنا بالاعدام. انا همشي، وعشان خاطر العيش والملح اللي بينا اعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمة من اللي انت قلته. سلام. ايه ده؟ تشد بودرة يا عطا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. امال ايه ده؟ انت عايش هنا لوحدك ومحدش بيجي لك هنا خالص؟ لا مهني عطا، ماني ما كنتش عارف نعمل ايه يا ضحوك، دماغي كانت هتشت مني من ساعه ما جالي الخبر وصوت المزيكا والفرح في وداني، منظر البنت وحد غيري بيلبسها الشبكه كان هيخلي دماغي تشت يا جدع. طب ده انا حتى كنت عاوز تخلص على روحك وتدوي الهباب اللي احنا بنبيعه وانت عارف انه سم وبلا عزرع. نامي بقى يا شمع وبطلي رغي، الفجر هيدبس. مش عايزه انام، عايزه افضل صاحيه لحد الصبح. انتي تعبانه يا حبيبتي وجسمك مهدود، وانا كمان عاوزه ارتاح. والنبي خليكي معايا شويه، اعمل لك شاي. شاي؟ احنا ناقصين سهر. انت عارفه انا مش عايزه انام ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ خايفه على الفرحه الكبيره اللي انا حاسه بيها دي اللي تروح مني، عايزه افضل عايشه في الاحساس ده لاطول وقت. ياه يما، اول مره افرح بالشكل ده من بعد ما ابويا ما مات. أخيراً حاسة إن الدنيا ممكن تضحك لي وممكن تعوض صبري خير. شفتي ياما الناس إزاي كانت مبسوطة بطلعت وهو بيلبسني الشبكة؟ ربنا يسعدكوا يا حبيبتي. قلت على أقوى يا برنسيسة، هتفضلي ترغي طول الليل كده مش هتنامي؟ انت جيت يا روزيه؟ لا، اللي قدامك ده لسه ما جاش.
مصانة ساعة حيطة قدامك. ايوه جيت وغربت وكلت وانت ولا هنا. ده انا عمال اشغل وقتي مع شمال لحد ما ترجع. اتأخرت كده ليه؟ انت مش قلت لي ساعة زمن بعد الشبكة وراجع؟ كنت لازم اروح لاخويا مرزوق الكبير، اخويا الحنين اللي بيحبني. راجل كان مزقطط من الفرحة، ذبح خروفين عشان الغنم، وانا كمان حموت من الفرحة. وتصبح على خير اوليا. الله ايه ده؟ استنى هنا، مالك يا راجل النهارده؟ هو في ايه؟ حلو يا بوي، اتغدر بيك واتخطفت من غير ما حد يحس. كل السنين دي عدت وانت مش مرتاح في تربتك، كانك ما فوتش اثر في البيت يومانك شيب. ما كنتش بحلم اللي سمعته ده ما حصلش، وما جبلت الشوكه دي من اساسه، ولا يكونش كتب عليا وحكى لي حكايه ملفجه وما حصلتش عشان غلط جوه نفسه. ايوه انا عارفه منين عشان اسدكوه، لكن لا هو هيكتب ليه يا بوي. اهلا يا ابو شادي، كيفك؟ مرحبا شوي، شو كنت نايم؟ لا يا راشد، نايم ايه؟ انا منتظر تلفونك ده اديلي اسبوعين. عندي لك خبر يجنن، بس لازم نتقابل الليل عندي. قصدك يعني طلبك جاهز ولازم نخلصه في خلال يومين ثلاثه؟ طيب هشوف مكان على اول طياره وهكون عندك الليله. مع السلامه. صباح الخير يا جناوي. ايه لسه نايم ولا ايه؟ طيب عايزك تجيني للوقت. عارف ان النهارده الجمعه، نص ساعه اكون عندي. مع السلامه. لا ده حكايته حكايه، هو كل يوم والتاني يشغلنا ويقلقنا عليه كده. جيب العواجب سليمه يا رب، جيب العواجب سليمه يا رب. تعرفش يا ولدي يكون راح فين؟ بس هيروح فين بس من نص الليل لحد الوقت، وكمان سايب المحمول في الاوضه ليه كده بس يا طلعت؟ طيب يا ولدي انا هروح ادور عليه على البحر. يلا وانا وياه. استنى يا عم بشير، بحر ايه بس؟ احنا نكلم شامة او نروح لها، هي اكيد عارفه هو غطسان فين. يا كسوفي نروح للناس نقلقوهم دلوقتي. يلا اداني فلوس هدومي يا ولدي. ما يجراش حاجه يا حاج. يلا بينا. يلا بينا. خلي بالك. يلا لفت عينيك زين قوي طول ما انا مسافر. حبيب الدين، يومين ثلاثة بالكثير، وتحط واحد من الرجالة يراقب طلعت وتصرفاته ويبلغها لك أول بأول كيف ما قلت لك. أنت مهتم قوي يعني اليومين دول الموضوع اللي اسمه طلعت ده؟ ما تفهمني الحكاية. لما أرجع هتعرف كل حاجة، أنت الوحيد اللي لازم تعرف. المهم طلعت ما يخطيش خطوة واحدة برا اسكندرية، مفهوم؟ مفهوم. يلا حبيبي قوم، بقينا الظهر. صباح الخير يا قمر. صباح الفل يا حبيبي. يلا قوم خد الدش بتاعك والفطار جاي حالا. عمالين الساعة واحدة بس، ساعة واحدة. انت مش موصين ان انت عندك ميعاد مهم الساعة واحدة؟ يلا قوم بلاش كسل. يا ده انا نسيت، ده انا مدي ميعاد للصنايعية في الشقة عشان هيجيبوا لي شوية عفش نفرشهم النهاردة. طب خدني معاك اشوفها. احنا اتفقنا على ايه؟ هتشوفيها بعد ما تتفرش كلها، بس انا عامل لك فيها مفاجآت، بس على الله زوجي يعجب. اكيد يا حبيبي، اي حاجة بتختارها وبتعملها هتعجبك. قول لي بقى هتخلص امتى؟ يومين بالكتير ونروح ننقله على هناك، وبعديها تجيبي اهلك يعيشوا معانا. الشقة كبيرة وتسعنا كلنا. طيب فكرت في اللي قلت لك عليه؟ فكرت، ما لقيتش قدامي غير حل واحد، نرجع البلد. طيب وهتقول لهم كنت فين الفتره دي؟ اي حاجه. هقول لهم كنت مخنوق ورحت لحالي عند واحد صاحبي في المنيا، هم عارفين. بس جايز يكونوا سالوا عليك عنه. انا كلمته وفهمته يقول لي لو اتصلوا بيه.
بس لحد دلوقتي محدش اتصل بيه. أنا خابر أنت بتفكري فيه، ما تخافيش بعد ما أرجع البلد مش هفوت أسبوع إلا وتلاقيني قدامك لحد ما ألاقي الوقت المناسب وأفتح أبويا في موضوعك. بس لازم الأول يعدي شهرين ثلاثة عشان ينسوا إن أنت اللي كنت شغالة عندنا في المكر. المهم إن اليومين دول مش عايزك تفكري غير في حاجة واحدة بس، تنبسطي وبس. هي دلوقتي هتنام 10 ساعات على الاقل، نوم مريح جدا. الادويه اللي خدتها هتساعدها على كده. ان شاء الله من النهارده المتخصصين هيبداوا الجلسات معاها. الجلسات دي يا دكتور هتطول؟ لا، ده موضوع طويل قوي ومعقد جدا. المهم ان انا متفائل انها ان شاء الله مش هتفضل هنا كتير. اهم حاجه عندنا انها تبعد عن عالمها القديم ولو الفترة قصيرة. ربنا يوفقك. ده انا فضلت سهرانة طول الليل امبارح وما رضيتش اتصل بيه، قلت اكيد نايم بعد تعب اليومين اللي فاتوا. كان نفسي يكون اتحدث معاك على المحمول وقال لك هو رايح فين. ما تقلقيش قوي كده يا مطلعت، هو مش صغير والغايب حجته معاه. قلبي وكن عليه قوي، ده اول مرة تحصل. واللي جرى الايام اللي فاتت يوغوش. خالتي حمدية عندها حق، أنا كمان مش مطمنة، أنا بفكر أنزل أدور عليه. لا ملهوش لزوم يا شامة يا بنتي، عبد السلام صاحبه نزل يدور عليه في كل حتة بيروح لها. يا جماعة ما جايز يكون روح دلوقتي وانتوا بتدوروا عليه. من خشمك لباب السم، اطلبي يا بنتي على المحمول، اطلبي، ولو كان رجع هيرد عليك. هو مين ده اللي ما بيردش؟ مش تقول سلام عليكم في الأول؟ لا مؤاخذة يعني إذا كنا قطعنا عليكم كلامكم. أهلاً 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 بنسايبنا وحبايبنا أهلاً. مش تقوم يا ولاد شقلهم بطيخة ولا حاجة؟ لا بطيخ إيه؟ دي حصة جدة. أو ليا إذا ما كنتيش عاملة لقمة ولا حاجة نبعتوا نجيبوا لقمة سمك كده من أبو قير أو الماتس. لا كتر خيرك يا سيروزيك، دايما عامل ومفتوح بحسك. لا حاجة، احنا بنتكلموا جد مش عزومة مركبية. معلش مش وقته، خليها وقت تاني. بالإذن يا جماعة احنا هنروحوا نستنوه في السطح، وعلى الله على الله عبد السلام يكون عاطر فيه. عاطر في مين يعني من غير تطفر يعني؟ في طلعت، أصله خرج الساعة 2 بعد نص الليل وما رجعش لحد دلوقتي، وهم قلقانين عليه قوي. ايوه من 2 بالليل لحد دلوقتي؟ لا 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 انا كده قلبه وكن عليه. الله، طب ما يمكن يا جماعه يكون بيفرح مع اصحابه بالخطوبه. اصل بينه وبينكم بقى الواحد لما يبقى نفسه في حاجه وعاوز يعملها ويعملها ممكن ما يجولوش نوم بالتلات اربع ايام. ما تقلقوش ما تقلقوش، نجيبوا اكل الكابوريا. هي ما بتطلعش يا عمي بره الفندق ده ابدا، لكن لو طلعت بيكون شفيقي معاها. هو بيطلع لوحده كام ساعه في اليوم يلف على المحلات يشتري فرش للشقه اللي مأجرها. ناوي ينقل في الشقه مع عروسته ولا ايه؟ اكيد يا عمي، مش هيقعد يعني طول عمره في الفندق، وبعدين في الاول وفي الاخر دي مرته، يعني لازمها مطرح لحالها. ايه اللي بيدور في راسه؟ انا مش فاهم، ناوي يفصل نفسه عن جذوره؟ ما ظنيش يا عمي، ده حتى لو تهور وغلط وعمل عملته دي اكيد هيرجع اللي في دماغه وهيزهق من العسل اللي فاكر نفسه عايش فيه. توصل للجواز من واحدة زي دي؟ لسه صغير يا عمي، لسه صغير. هي الكلمة دي اللي ودته في دهنه، لسه صغير، كلكم بتقولوها. الكلمة دي اللي طلعته مايع، وفي الآخر لقاه بيبيعني وعايز يقطع روحه عن ناسه وأهله وعزوته. لا يا عمي، أنا قلبي بيقول لي إنه هيرجع ومن نفسه. وأنا مش هستناه لما ينام في العسل ويفكر براحته. قول لي يا بدير،
فرحات عمل ايه في الموضوع التاني؟ فرحات بيقول انه يعرف واحد اسمه فكري بيشتغل وكيل فنانين، كان بيشغل العروسة قبل سابق في الفنادق، وبيقول يعني انه في بينه وبين العروسة عشرة وعشب. توصل للجواز من واحدة زي دي يا شفيق؟ ادخل انت ريحي شوية يا مطلعت، وبإذن الله عبد السلام حيجيب لنا أخبار، ومين عارف مش جايز نلقاه داخل علينا دلوق. يا رب. من خشمك لباب السماء. معلش احنا تعبناك معانا قوي يا عم ابو هلال. ما تقوليش كده امال، ندمي علي انت بس اول ما يظهر او تجيلك اخبار. حاضر. تصبحي على خير. وانت من اهل فين يا وعد؟ أمتك تتسحب وانا نعسانة في عز الليل وتطلع وتقعد نهار بطوله وترجع بعد العشاء وفي الآخر قاعد كده؟ قل لي يا وعد أمتك كنت فين؟ أقعد يا تفزعني وتخلع قلبي عليك وفي الآخر تقول لي أقعد يا أمه؟ تخليني أدور عليك في الشوارع زي المجنونة وفي الآخر تقول لي أقعد يا أمه؟ قلت لك اقعد وانسى الحديد دي يعني بخير قدامك. ما دام انت بخير يبقى لازم تقول لي كنت فين؟ ها؟ مصيبة جديدة اياك. قول قول قول، ما تخافش عليا، ما انا خلاص اتعودت على الاخبار العفشة طول الايام اللي فاتت. كفاية وهدي، تعرفي كل حاجة. في ايه يا طلعت يا ولدي؟ اللي حصل؟ زلزال هات كل حياتي وجاب علي اغطية. زلزال كفى الله الشر. ابويا الله يرحم مات كيف يا ماما غوري؟ بتقول ليه؟ عجيبة، ايه اللي فكرك بابوك دلوقتي؟ بقول لك ابوي مات كيف؟ كانك معرفش اياك، نسيت انه مات قدام عينيك وبين ايديك، وكان عمرك ايامها يجي 8 سنين، يعني واعي. يعني مات موتة ربنا؟ أمال ليه يا ولدي؟ لا يا أم لا، أنت كنت مع مين يا ولدي؟ قبلت مين وفتح معاك الحكاية دي؟ مع شوقي زهرة. تعرفي شوقي كاني كنت عارفة الاسم ده، مر علي زمان قوي، ولما سمعت منك مرة ما جاش على بالي انه قال لك ايه الراجل ده. تعرف قال لي ايه بالحرف؟ هي دي اللي كرهته ومش طايقه تسمع سيرته؟ دي ما صدقت انه خرج من الحبس من بلوته اللي كان فيها واتخطبته في نفس اليوم. ايه للدرجه دي عشقاه يا جدع؟ خلاص بقى يا عم عطا، درس العقل ناح عليا، خف شويه دلوقتي. مش قادر تستحمل مني كلمتين؟ مش هو ده اللي اتمسح من دماغها وانت ما بتطقش تبص في وشه وهتعمل لي فيه وتساوي وهدخلك على ارض مفروشه حرير يا عم عطا؟ يا عم انت هتفضل تنقرزني ليه بالكلام؟ انا مالي؟ ما كل حاجه ماشيه عكس الاتجاه.
البيت انا ماليش حكم عليها، قلت لك 100 مره. انا مش عارف الواد ده سحر لها ولا ايه. يعني ايه الحكايه باظت؟ شامة راحت منا يا رزيق، يا ريتها راحت لواحد عدل، وانا محطوط ما بينك وما بين اللورد. انت من ناحيه حطيت لي ايديك في ميه ساقعه، ومن الناحيه التانية اللورد مكتفني مخليني مش عارف اهوب من الواد ده. انا مش عارف حكايه اللورد طولت معاه ليه كده. معرفش، بس اللورد بيقول انه اتاكد ان الواد ده بريء من حكايه ضربي وسرقه البضاعه مني في جبل نعسه. بريء؟ امال هيكون مين يعني اللي عملها؟ معرفش، الموضوع ده مخرجني عن شعوري، مخليني حجنن يا رزيق. انا مش قادر اصدق ان الواد ده زمانه دلوقتي بيضحك علينا وبيطلع لنا كلنا لسانه. هو ده اللي جاله بالحرف، هي دي المرازبه اللي خبطني بيها على راسي. بقيت ماشي في الشوارع حدت نفسي زي المخلول، معقول؟ معقول يكون اللي جاله ده حصل؟ وانا قعدت 30 سنه دايس على حاج ابويا بعد الحادثه ومهمله. ابويا اللي كان زينه الرجال، الراجل الشريف اللي حكويك عنه خلتني اعشق وامن بيه. قلت نفسي لا ممكن يكون الراجل ده بيكذب لغرض في نفسه. دي لو كان ده حصل كنت حسيت يما. قولي حاجة يما، قولي ان ده ما حصلش. طب لو ما حسيتيش لما مات كنت عرفتي من عينين الراجل اللي اتجوزتيه 3 سنين؟ قولي ان ده ما حصلش. قولي وانا هروح لشوقي دي واعرف هو لفق الحكايه ليه. ما عرفهاش. تكوني شكيت يا ام، وشكك دي هو اللي خلاك تطلب الطلاق وتغنيني وترحل بعد ما اخويا مات. قولي حاجة يا ام، شكك بقي حقيقة بعد اللي سمعتي مني؟ قولي حاجة. دموعك دي بتفر ليه؟ اللي قاله لك الراجل ده حصل يا ولدي. حصل كيف؟ زي ما قال لك بالحرف الواحد. انت كنت عارف؟ حصل لأبوك بعد جوازي من جعفر ب3 سنين، وكان مسكينة وتغرزت في قلبي وما كانش قدامي غير إن أخدك وأهرب، أهرب لبعيد، بعيد قوي. وربنا قدرني يا ولدي وقدرت. عرفت وسبتينا طول السنين دي نلفه في بلاد الله ونكمله عشان هنوم ليه؟ نسيبه أهلنا وناسنا وبلدنا ونتبهدلوا ليه؟ نسيب الراجل اللي عمل كده في أبويا متنعم ونهربه؟ ليه ما قلتليش وانا كنت ادوقه من نفس الكاس اللي دوقه لابوي؟
ليه تكذب علي؟ كذبت علينا كذبة وعيشتينا فيها. قلت لله حرام عليكي، حرام عليكي. كان لازم ما اقولش، كان لازم احميك يا ولدي عشان تقدر تعيش. عايش كيف؟ زي البنت اللي امها بتخاف عليها لحد يشكلها زي ما ربطتيني طول عمرك. انا ربيتك احسن ربايه، خليتك راجل والناس كلها بتحلف بربايتك ورجولتك. انا مش راجل وانت السبب. ما كنتش اقدر اقول لك غير كده، ولو عايز تعرف انا عملت كده ليه، حاضر حاضر يا ولدي هقول لك، هقول لك اللي حصل كله واللي ربنا قدرني الناس تحمله طول السنين اللي فاتت. قولي، قولي كل اللي تعرفيه، واللي كنت كل ما افتح سيرته تقفليها علي، وانا اقول خلاص سيرة سودة بلاش تقلب عليها المواجع. كفاية انها كرهت الراجل اللي اتجوزته دي، واكيد اتجوزته عشان تصرف عليك. قولي كيف بعد ما كنت عايشة مع راجل كامل وكمل زي الملاك ماشي على الارض زي ما كنت بتوصفي لي، كان راجل يعرف معنى الرجولة بحق، تربطي نفسك بالسافل ده بالعفش ده؟ كان فين عناكي؟ كان فين عقلك الرزين اللي بحلف بيه طول عمري؟ مسح؟ كان فين عقلك لما غلطت الغلطة دي؟ ما تحاكمنيش، ما تحاكمنيش يا ولدي دلوك. الله يخليك، انت ما عارفش حاجة. ما عارفش ايه؟ ما عارفش ايه؟ الشيطان بتبقى صورته باينة زي الشمس، كان لازم تشوفيه تحسيه تشميها في ريحته العفشة. الشيطان يا ولدي ما بيبانش لحد، بيتلون ويتخفى وإلا ما يبقاش شطان. يا بوي يا بوي، كنت شايفك دلوة كنت بتصرخ قدامي. قولي يا أم، قولي كل الحقيقة ما نقصش كلمة. بعد موت أبوك لف علي جعفر العرباوي بحجة انه عايز يساعدنا انا وانت، صديته كتير ورفضت مساعدته اكتر. قضيت كام شهر بعدها انا وانت في عذاب عشان كان صعب القى شغل وقتها في البلد، ومش قادرة اطلب مساعدة من اهل ابوك اللي عايشين على كدهم، ولا من أهلي اللي كان فاضل منهم اتنين اتجوزوا وسافروا. وفي يوم لقيت جعفر قدامي بيطلبني للجواز ويقول لي إن ده يوم المونة بالنسبة له. قلت له أنت متجوز ومرتك طبعا حامي؟ قال احنا ما بنعملوش حاجة غلط ولا بنخالفه شرع ربنا. فكرت كتير وحسبتها كتير، وفي الآخر يا ولدي اضطريت أوافق، بس بشرط إنه يعاملك زين
ويحطك في عينيه زي ما تكون عيل من عياله. وعلى كد قوة إجلال وطبعها الناشف ما قدرتش تمنع جعفر من تنفيذ اللي في راسه. كل اللي صممت عليه إنه ما ياخد ليش بيت تاني، وإن جوازي يتم في بيتها وقدام عينها. ووافق جعفر، وافق عشان كان في مصالح كتير بينه وبين أبوها أياميها. ومن ساعة ما خطيت برجل عتبة بيتها وهي عرفت تعيش نصح نار جهنم الحمراء، خصوصي بعد ما خلفت أخوك وشافت الفرحة في عينين جعفر، كان عايز يشني من على الأرض شيل، وكانت الفرحة عطفت من عينيه بعد ما جبت الواد وبقيت أم الواد. كملي. سكت ليه؟ أنا قلت لك عايز أعرف كل حاجة. يا ده أنا شفت معاها أيام سودة أسود من قرن الخروب، وياما مسكنا في خناق بعض، وكل ده بسببك أنت. كانت عايزة تشغلك ولا الخدمين، وكانت أول ما تشوف جعفر داخل علينا تحضني وتبوسني وتقول حمدية دي أختي ولا الأخت الشقيقة. والله وكانت تصمم تاخد أخوك ينام في مطرحها بحجة إنه لازم يقرب من إخواته البنات ويتعود عليهم، وجعفر كان يطوعها ويسمع كلامها. وابتدى جعفر يكشف عن وشه الحقيقي في معاملته معاك، لحد ما بقيت أحس إن هو بيشوفك زي ما تكون غريمه. وجالنا جعفر في يوم وقال إنه مسافر في رحلة طويلة رايح الشام، وحيقعد هناك شهرين ثلاثة، وكان أخوك يا دوب مكمل سنتين. ومسكنا في بعض أنا وإجلال كالعادة، هي مصممة تاخد الواد في مطرحها ينام مع أخواته، وأنا راسي وألف سيف، الواد ما يفرقنيش ولا دقيقة واحدة طول ما أبوه غايب. وتعصب جعفر وحلف إن ياخد الواد معاه السفرية دي علشان يفض الخناق اللي بينا، ولما عرضته هب في وشتمني وقال لي أنا مش عاجبني لزقة الواد فيكي، ومن دلوقت هاخده معايا في كل مكان عشان يبقى راجل. وخد الواد معاه وسافر. تليفون مقفول. طالما والدته ما اتصلتش بيكي بقى اكيد رجع وقفل التليفون ونام. قلقانه مش عارفه ليه مش مطمنه كده. انا بفكر اعدي عليه. تعالي هنا اقعدي، انا مش فاهمه ايه لازمته القلق ده كله. خطيبك راجل مش عيل صغير، وبعدين الاصول بقى بتقول ان هو اللي لازم يجي يزورك بعد الخطوبه. اصول ايه يا ماما؟ احنا مفيش بينا الكلام ده. وبعدين انت عارفه ما فكرش بالطريقه دي. لا لازم تفكري يا بنتي يا خايبه، حبيه اه انما ما ترخصيش نفسك. وبعدين قريب قوي انت هتبقي مسؤوله عن بيت. اقولك تعالي البسي ونروح نتمشوا على البحر شويه. يلا قومي بقى البسي. يلا لحد ما جه اليوم اللي شفت فيه سليم مك، الراجل اللي كان بيشتغل مع جعفر ودراعه اليمين. شفته هو جاي لإجلال بيمد يده وبيطلب مساعدة لحد ما يرجع جعفر من السفر. هبت فيه وطردته وقالت له انت وش المصايب. صعب علي الراجل الغلبان، كانت حالته صعبة قوي. رحت له وديته اللي فيه النصيب عشان خاطر بنته إحسان
اللي كنت بحبها قوي وعشان الحالة الصحية اللي كان هو فيها. سليمك اليد النجسة اللي تمدت على أبويا وسمته بتكفي، بتكفي القاتل النبل. ما كنتش أعرف حاجة لسه عن المصيبة اللي عملها. وبعديها بعشرة أيام جتني بنته إحسان وقالت لي إن أبوها عايز يشوفني ضروري، ورحت له أنا وبنته مطرحه. وأول ما دخلنا عليه قال لي بنته اطلع يا بنت هاتي لي كوباية مية، وأول ما طلعت قال لي إن هو خلاص حيموت وإنه حيجاب الرب كريم، وقال لي كمان إنه عنده سر عايز يقولهولي علشان يخلص ضميره من ربنا. قلت له قول. قال لي المصيبة اللي عمالها، قال لي إنه نفذ أوامر جعفر ودس السم لأبوك شحاتة في الوكل. صرخت ومسكت فيه، ما بقيتش عارفة أعمل فيه إيه وهو نايم في فرشته. كنت عايز أقتله أخلص عليه بإيدي دول، ولقيت نفسي مسكاه وبهز فيه وما وعياش إن إجلال دخلت علي هي ورجالة جعفر وقالتها في فرشته واتهمتني فيه. والمصيبة إن الكل صدقها وأمن على كلامها. كل ده حصل وأنا معرفتوش. محدش قال لك يا ولدي عشان كنت صغير. وأنا رموني في مطرح عفش جنب البيت. قضيت 3 أيام في عذاب وتحت حراسة لحد ما قدرت أم إبراهيم تدخل لي. كانت ست كبيرة من الشغالين اللي كانوا هناك، كانت تحبني عشان عارفة كديه أنا مظلومة وكديه إجلال كانت مفترية علي. اتحيلت عليها إنها تجيبك لي وجابتك لي عشان أشوفك. وفي نفس الليلة فتحت الباب علي أنا وإنت، وكان الحارس نايم في سابع نوم. ساعتها ربنا قدرني وقدرت أهرب أنا وإنت، وهربنا وحمدت ربنا إن كل ده حصل قبل ما يرجع جعفر من السفر. أيوه فاكر اليوم ده لحد دلوقتي. كنت راكب جاري في القطر في عز الظلمة، وقلتيلي إنك سيبت البيت عشان اتطلقت من الراجل ده. أنا فرحت، سألتك على أخويا قلتيلي إنه مات، إن النهاردة أنت مالكش إخوات مش دي اللي قلتيه؟ ما كانش قدامي حل غير كده. استنى، أنت لسه ما طلقتيش منه لحد دلوقتي. هيبعتلك ورقة الطلاق إزاي وهو كان مسافر ومعرفش اللي حصل؟ يعني أنت لسه على ذمته؟